في مستجدات قضية وفاة جيلاني الدبوسي، تقرر تمديد الإيقاف التحفظي في حق إطار قضائي سابق، حيث قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في الإيقاف التحفظي مدة 4 أشهر إضافية في حق إطار قضائي سابق، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي. وكان عميد قضاة التحقيق المتعهد بملف القضية أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرنقية وإطار قضائي سابق، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والمستشار سابقا بديوان وزارة الصحة، والقيادي بحركة النهضة منذر لونيسي. انفجار أنبوب لنقل الغاز في حي النصر. جدة في ساعة متأخرة من ليلة أمس انفجار أنبوب لنقل الغاز في جهة حي النصر ولاية أريانا، حسب ما أكدوا العميد معز بن خليفة المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانا. وأثار الحادث حالة من الهلع في صفوف المتسكنين في الحي اللي جد فيه الانفجار، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور لتجمع متسكنين خارج منازلهم بعد حدوث الانفجار. وقال بن خليفة في تصريح لموزيك أنه خلال الليلة الفاصلة بين 16 و17 أكتوبر قال تلقينا مكالمات من مواطنين للإبلاغ عن تسرب للغاز بعد سماع صوت انفجار، وأكد أنه تم توجيه سيارتي إسعاف وشحنة إطفاء وإعطاء التوصيات للمواطنين بإخلاء المساكن وعدم إشعال النار وعدم استخدام الإنارة وفتح النوافذ والابتعاد عن مكان التسرب في انتظار وصول فريق الحماية المدنية. وأوضح العميد معز بن خليفة أنه هذا التسرب حدث نتيجة انفجار أنبوب لنقل الغاز قطر 100 مليمتر على مستوى حظيرة بناء، وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مصالح ستيغ لتوجيه فريق فني يتولى قطع الغاز عن الأنبوب المنفجر وإفراغه من الغاز، كما تم قطع الغاز عن أنبوب ثاني 50 مليمتر. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات باستثناء مواطن كبير في السن تم إسعافه على عين المكان ومده بالأكسجين نتيجة اختناقه بالغاز المتسرب. في بن عروس مخدرات تروج على متن سيارة إسعاف. ألقت وحدات من الأمن الوطني والشرطة العدلية ببن عروس القبض على مروج مخدرات متلبس بصادة ترويج مادة القنب الهندي، حسب ما أكدوا العميد عماد ممنشا مدير أقليم الأمن الوطني ببن عروس. وقال مدير أقليم الأمن الوطني ببن عروس عماد ممنشا في تصريح ليه اليوم إنه المهرب كان يستخدم سيارة إسعاف خاصة لترويج سمومه، ووضح إنه رئيس منطقة الأمن ورئيس فرقة الشرطة العدلية ورئيس المركز الوطني ببن عروس قاموا بمتابعة دقيقة لسائق سيارة إسعاف خاصة بناء على إفادة مواطن بشأن تحركات مشبوهة وتواصل مع أشخاص مشبوهين، وتم حجز 15 قطعة من القنب الهندي ومبلغ مالي على متن سيارة الإسعاف. وباستشارة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بمداهمة منزل المروج، حيث تم حجز كمية من الكوكا وعلبة غاز مشل الحركة وكمية من الشماريخ. وزيرة العدل تؤدي زيارة إلى مقر مجمع الهيكل الفنية والإدارة الجهوية للعدل بتونس وتتخذ جملة من الإجراءات، حيث أدت وزيرة العدل زيارة فجائية إلى المقر الجديد لمجامع الهيكل الفنية لوزارة العدل بحي الخضرة والإدارة الجهوية للعدل بتونس. وخلال هذه الزيارة اطلعت الوزيرة على مختلف مكونات المجمع بما في ذلك المقر الجديد للأرشيف وورشة صيانة السيارات والمطبعة، وعاينت سير العمل الإداري والمالي وعمليات الصيانة الجارية على أسطول السيارات، كما أصغت بهذه المناسبة إلى مشاغل الأعوان والعاملين بالمجمع ومقترحاتهم، وأكدت على ضرورة توفير التأطير اللازم لهم والإحاطة بهم وتحسين ظروف عملهم. وأذنت وزيرة العدل
بالإسراع في استكمال استغلال المقر الجديد لمجمع الهيكل الفنية وخاصة مقر المطبعة، وبالعمل على تجهيز مقر الأرشيف بالوسائل والمعدات الضرورية لضمان سلامة الوثائق القضائية وتحسين ظروف العمل به. وخلال زيارتها للإدارة الجهوية للعدل بتونس، اطلعت الوزيرة على ظروف العمل ومشاغل إطاراتها وأعوانها، وشددت على ضرورة متابعة إنجاز مشاريع البنية التحتية وصيانة مقرات المحاكم بتونس الكبرى، وأذنت بمزيد العمل على تحسين المرفق القضائي بتوفير التجهيزات والمعدات الضرورية. الاحتفاظ بالعراف كمال المغربي. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس بالاحتفاظ بالعراف كمال المغربي، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي وممارسة الشعوذة حسب ما أكدوا مصدر مطلع لموزايك. وحسب ذات المصدر، فإن منطلق الأبحاث ضد عراف بومهل حسب ما هو متعارف عليه كان إثر رصد إعلانات فيسبوكية حول ممارسته العرافة أو العرافة أو العرافة وغيرها من الممارسات ذات العلاقة بالعلاج من بعض الأمراض، وبإذن قضائي تولى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس مداهمة منزله. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس، أذنت بالاحتفاظ بالعراف وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال والتهرب الضريبي وممارسة الشعوذة مع إنجاز جملة من التساخير الفنية والعلمية اللازمة على ذمة البحث. اجتماع تشاوري بين تونس والجزائر وليبيا قريبا، هذا ما أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال في تصريح صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي اللي أدى زيارة عمل إلى الجزائر. قال إنه تم تطرق خلال هذه المشاورات إلى الوضع الحالي في ليبيا والدفع بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وليبيا. وقال تبون: أتمنى الاستقرار لليبيا في أقرب وقت، وأكد أن الحل في هذا البلد لن يكون إلا عن طريق الانتخابات. ووضح الرئيس الجزائري في نفس الوقت أن كلمة الفصل تعود للشعب الليبي، وأن القرار اللي يتخذه ينبغي احترامه من طرف الجميع، كما عبر عن أمله في أن تكون هناك زيارات أخرى بين البلدين. وقال: نحن على وشك الالتقاء في ليبيا في إطار التشاور الثلاثي الجزائر تونس ليبيا عن قريب، ونحن في انتظار تحديد موعد من طرف الرئيس محمد يونس المنفي.